تمام، هنبدأ النهاردة نراجع على يونت 1 في منهجنا English Wallet للصف السادس الابتدائي. عنوان يونت 1 Heat in the Earth، يعني الحرارة في الأرض. طبعا في درس الريدنج بتاعنا بيقول لنا The land of fire and ice، الأرض من النار والثلج. عندنا شوية كلمات بتتكلم عن المظاهر الطبيعية أو الحاجات الطبيعية في الأرض. أول حاجة طبعا دي إيه؟ بطل الكتابة لو سمحت، ما تكتبش. ميدو معايا؟ Yes. فولكانو، Volcano. لافا. طبعا فولكانو اللي هو البركان، Lava. الصورة اللي هي عندنا دي. لافا ده اللي هو الليكويد روكس أو الصخور المنصهرة اللي بتخرج من الفولكانو. الكلمة دي لها نطقين، ممكن أقولها جليشير وممكن أقولها جليسير. أوكي، خلينا جليسير أرق كده، فإحنا هنقولها جليسير اللي هو نهر من الجليد. هي الصورة مش ملونة مش باينة، بس هو نهر جليدي. طيب هنا جايزر، جايزر اللي هو نبع ماء حار. هو طبعا برضو الصورة مش واضحة، في بعض الأماكن بيخرج منها مية سخنة قوي، فإحنا دي بنقول عليها جايزر، أو زي الصورة اللي هنا دي تقريبا. ماشي. هنا مدينا بعض الصفات، you can read them. huge and كمل. Huge and warm, أوكي. hot and high, rough and sharp, أوكي. active and dangerous, thrilling and noisy, hot and hot. أوكي، خلينا نروح نراجع الفوكاب سريعا كده، مش هنقرا ال definition، هنقرا بس الكلمات. Can you read for me please? Active, active. pet. بس يعني يتوقع أو ممكن نستخدمه بمعنى يراهن، براهن حد على حاجة. كمل. بابل. Bubble, crater, كريتر اللي فوهة البركان. dangerous, dangerous. اوكي. diary, دايري اللي هي يوميات. دراجون. dragon, اوكي اللي هو تنين. erupt erupt, اللي هو الانفجار، وخصوصا انفجار البركان. طبعا ده الفيرب، الناون منها eruption. eruption, اوكي eruption, اوكي expert, اللي هو الخبير. feed, اوكي fountain, اوكي furious, furious اللي هو عصبي او غاضب. furious. كمل. geologist, جيولوجيست. اوكي، عالم geologist, عالم جيولوجي. لا geyser, اوكي. جليسير. glacier, تمام. guide, اوكي. hot spring, Iceland, kingfisher, اوكي. lava. استوب هنا ثواني. كينج فيشر، عشان الكلمات الغريبة دي. كينج فيشر ده بيقول لك a bright blue bird، هو طائر لامع كده لونه أزرق، that lives near rivers and catches fish، وطبعا بيعيش بالقرب من الأنهار وبيصطاد سمك، عشان اسمه ممكن يجي لنا في الأسئلة. لافا طبعا دي اللي هو liquid rock، الصخور المنصهرة. لينكس, اوكي، ده برضو this is an animal in the cat family، نوع من الحيوانات من فصيلة القطط أو من عائلة القطط. كمل. مد, مد بات, بيكيولير اللي هو إيه؟ غريب أو مميز. usual sorry unusual or strange. personal بيرسونال, يعني شخصي. بوينت, point of view, rare, rare يعني نادر. طبعا كاتب لك كلمة سبرينج. سبرينج ده مش الربيع، معناها نبع ماء أو منبع، اللي هو المكان اللي بيخرج منه المية. طيب كمل. rough rough, اللي هو خشن. shoot up, okay. steam. steam, okay. spectacular, spectacular 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 اللي هو مذهل. amazing
to look at spectacular. كمل. Spectacular. Student. Tap. Okay. Thrilling. Thrilling. Okay. Tomato. Volcano. Weird. Okay. Bush. Okay. And wildlife. طيب ديت الفوكاب بتاعتنا بتاعت يونت 1. خلينا نروح دلوقتي نراجع مع بعض الجرامر بتاعها. كان سهل برضو جدا. هو زمن احنا عارفينه استخدامه اللي هو present continuous. طبعا present continuous اللي هو المضارع الايه؟ المستمر. المضارع المستمر. طبعاً ده بستخدمه عشان أعبر عن حاجة بتحصل دلوقتي. أوكي؟ We are studying English now. إحنا دلوقتي بنذاكر English. طيب، بس النهاردة مش هنستخدمه الاستخدام ده. ده إحنا هنستخدمه استخدام جديد بالنسبة لنا اللي هو Present Continuous with Future Arrangements. يعني استخدام الزمن ده عشان أعبر عن ترتيبات المستقبل. يعني لو أنا بفكر في حاجة وخططت لها وبعد كده بدأت أخد Arrangements في تنفيذها، خطوات في تنفيذها، خلاص أقدر أستخدم الـ present continuous ده عشان أعبر عن الحاجة دي إنها تحصل في المستقبل. يعني مثلا لو أنا بقول لك إن أنا هروح اسكندرية وهقعد هناك يومين ثلاثة وأنا حجزت القطر وحجزت الفندق، يبقى أنا كده خدت arrangements. يبقى خلاص أقول لك I'm traveling to Alexandria next week. أنا خلاص مسافر اسكندرية الأسبوع القادم عشان عملت arrangements. طيب خلينا بسرعة بس نراجع تركيب الزمن ده. ثواني أعمل حاجة. أوكي. بيقول لنا لو أنا هعمل جملة affirmative يعني جملة خبرية مثبتة في زمن الـ present continuous، بحط ضمير الفعل الأول وبعد كده أشكال verb to be في الـ present اللي هو am or is or are. بعد كده المين فيرب بتاعي بيتحط له ing. زي مثلا اقول لك I'm eating now. انا دلوقتي باكل. You are eating now. انت اللي بتاكل دلوقتي. He is eating now. دي لو انا بعمل affirmative sentence جملة خبرية. لو هعمل negative sentence جملة منفية، كل اللي هعمله هروح اجيب not واشبكها او احطها بعد am or is or are وبكده نفيت الجملة. أقول لك I am not eating now. أنا مش باكل دلوقتي. You are not eating now. أنت مش بتاكل دلوقتي. He is not eating now. طب لو هعمل question، كل اللي هعمله هطلع am or is or are قبل السبجكت أو قبل الفعل وبكمل جملتي عادي ومنساش الquestion mark. بشرح لنا الكلام ده بشكل تاني اللي هو في التيبل ده هنقوله برضو. بيقول لنا الفور بيقول لنا زمن الـ present continuous ده دايما بيجي مع أشكال verb to be اللي هو بيبقى إيه؟ am or is or are. وبعد كده بحط الـ main verb اللي هو الفعل الأساسي، بضيف له إيه؟ الفعل الأساسي اللي هو فيه معنى الجملة، بضيف له ing. مثال على كده بقول لك Diana is watching TV now. Diana بتشاهد التلفزيون دلوقت. لمسة and غرام are playing in the garden. هم بيلعبوا في الجاردن دلوقتي. دي لو هعمل جملة خبرية مثبتة. طب لو هعمل نيجاتيف سنتنس جملة منفية، قال لك كل اللي بتعمله ان انت add not after am or is or are. زي المثال ما بيقول لك they aren't having chicken for dinner. هم مش بيتناولوا فراخ على العشاء. I am not studying hard these days. انا مش بدرس بجد الايام دي. طيب في حالة السؤال قال لك كل اللي بنعمله بنجيب am or is or are بنحطهم at the beginning of the sentence في بداية الجملة before the subject. زي المثال هنا بقول لك is the cat eating beside the fire؟ هل القطة بتاكل جنب النار؟ are the children sleeping؟ هل الأطفال نائمون؟ بيقول لك لو أنت هتجاوب على السؤال ده in short answers يعني إجابة مختصرة، كل اللي هتعمله إنك هتستخدم verb to be ومع السبجكت، ومش هنجيب خالص سيرة المين فيرب، مش هكرره خالص. يعني مثلا المثال ده بقول لك Is your dad working at the moment؟ هل ده dad بيشتغل دلوقتي في هذه اللحظة؟ بتقول لي Yes he is or no he isn't. بحط Yes or No بعدهم كومة وبعدين باخد أول كلمتين
اللي هو verb to be، ويور داد طبعا بغيرها او ببدلها بالضمير بتاعها اللي هو هي وبدلهم، يبقى yes he is، no he isn't. حد كده فاهم؟ Yes. اوكي نكمل. بيقول لك بقى اليوسج الاستخدام، طبعا احنا عارفين ان البريزنت كونتينوس بيعبر عن something is happening now، حاجه بتحصل دلوقتي، ده الاستخدام الشائع. استخدامنا بقى النهارده الجديد بالنسبه لنا بيقول لك اللي هو to talk about things that we have planned to do in the future، حاجه خططنا لها نعملها في المستقبل، and we are sure that they will happen، متاكدين انها تحصل لاننا خلاص خدنا arrangements في او اجراءات في تنفيذها. زي مثلا ما اقول لك I'm meeting Hala after school tomorrow، انا هقابل هالة بعد المدرسة بكرة، خلاص احنا هنتقابل مثلا في مكان واتصلت بالريستورانت ده وحجزت المكان مثلا وخلاص واتفقنا مع بعض، يبقى اقدر استخدم البريزنت كونتينوس عشان اعبر عن حاجة هتحصل في الفيوتشر. بيقول لك التايم اكسبريشنز، طبعا في الحالة دي بقى اقدر استخدم حاجات تعبر عن المستقبل زي today النهارده، this afternoon، tomorrow، next week، on Tuesday، in the future، soon، one day، etc. إلى آخره. حد كده تمام فهمنا الجرامر؟ Yes. طيب خلينا سريعا بقى نروح كده نحل تيست على يونت 1 ونشوف إيه الأخبار. طيب هنا هو أول سؤال عندي في التست بيبقى عبارة عن دايلوج وفي missing parts فيها المفروض بنكملها. طبعا من الأفضل إن أنا أقرأ الدايلوج كله مرة على بعضه قبل ما أفكر في الإجابات، وبعد كده أبدأ من تاني وأفكر في سؤال سؤال وإجابة إجابة. أنا اللي هكتب عشان الوقت يكون أسرع. طبعا الدايلوج ده بيقول لك هو between a clerk and passenger، clerk اللي هو موظف، passenger مسافر، بيقول لك a passenger is at an airport check in desk، المسافر في المطار في التشيك ان اللي هو المكان اللي بيفحصوا فيه الدخول يعني. طيب can you read for me؟ Good morning. Can I see your ticket and passport, please? Okay. ده الموظف اللي قال كده، تفتكر الباسنجر هيقول له ايه؟ Here it is. Okay, or here you are. الاثنين ينفعوا، ثواني نجيب الكتاب. اوكي. Okay. اما بقول لحد اتفضل هقول له here. What happened؟ انا اللي هكتب here you are. تمام؟ الكلارك سأله سؤال. Would you like a window or an aisle سيت، بيقول له عايز مقعد او ويندو سيت يعني مقعد جنب الشباك، ولا ان ايل يعني في الممر. ايه مش متاكد من الاجابه، طبعا لازم نكمل. قال له اوكي سو ذات سيت 42A باي ذا ويندو، جنب الشباك، يبقى طلب منه ايه؟ باي ذا ويندو. اوكي او ممكن اقول ا ويندو سيت بليز. تمام ا ويندو seat please. تمام كده. طيب قال له ها هو مقعد رقم كذا اللي جنب الويندو. سأله سؤال تاني قال له ايه؟ your plane takes off at 10:30. takes off يعني ايه؟ when تقطع. okay when does my plane takes off okay or when does the plane okay when what time كمل when ايه does the plane take off the plane take okay سمين. اوكي الكوشن مارك موجوده في اخر المكان. قال له your plane takes off at 10:30. سأله سؤال تاني قال له yes Yes, can I take the passport? Yes, you can take your passport now. Thank you. ماشي. طيب خلينا let's go to next question. Wait a minute.
طبعا السؤال الثاني اللي هو اللي تشوز read please number one. A geyser is a kind of hot spring. Okay. Jihad is riding horses with her brother next week. جميل جدا. طبعا ده present continuous ولكن بتعبر عن ال future. Okay. Next. If you don't know a word, open a dictionary to know Okay. its meaning. Great. Number four. She couldn't carry the box on her own. Okay. On her own means what? بنفسها. Okay, equal by herself. Okay, number five, Aunt Amal. Isn't coming to us tomorrow. Okay, Mishi. Uncle Mohsen has got 3 at home piano cookators. Means what? What? ببغنات؟ هو نوع من أنواع الحيوانات بس أنا مش عارف اسمه بالعربي. أوكي ماشي. وهو الوحيدة اللي هتنفع أصلا لأن دي الكلمة الوحيدة الجمع اللي طبعا 3 لازم الكلمة اللي وراها جمع. تمام دي الوحيدة اللي تنفع. نمبر 7. What are they doing next weekend? أوكي نمبر 8. She climbed to the top of the mountain yesterday. Okay. My cousins are leaving the house tomorrow morning. Great. Number 10. When a volcano erupts, be careful and go away from it. Okay. Mish, clear and go next. طبعا ده الرايت. يلا نبدأ نحاول مع بعض. We've decided احنا قررنا نعم كوكيتوز ببغانات مش اوكي. هو نوع من انواع يعني هو شبه البغبغان. احنا عارفين ان بارت اللي هو الاسم الاشهر للبغبغان هو من فصيلة البغبغان بس ما اعرفش اسمه. طيب نمبر 1 we've decided to buy a villa next week. احنا قررنا خلاص هنشتري فيلا الاسبوع القادم. وقال لك هنا باينج بما يقصد معنى الكلام ان انا خلاص عملنا الاجراءات. يبقى هستخدم present continuous to express about future. تقدر تكتبها ولا اكتب انا او قول لي الحل الاول. We are buying a villa next week. Great. اكتب انا ثانية كده واحدة. طب اكتب انا وانت فكر في اللي بعدها. طب انا كتبته كتبتها خليها ثواني خليها خلاص خلاص. استنى هعمل طيب المدى. طيب ماشي wait a minute. okay we هو في ايه معرفش. ماشي we are buying a villa next week. ماشي full stop. طيب number two بيقول لك no she isn't coming tonight. طبعا دي إجابة بنو وقال لك is يعني عايزك تعمل سؤال yes or no question. انت حليتها ولا لا؟ حليتها بس طب اعمل send. Okay, is she coming tonight? بس ما تنساش طبعا ال question mark لأن this is a مش راضي يتكتب. طب خلاص أنا حطيتها لك إيه. طيب ماشي number three. I am writing a letter to Jenna tomorrow evening. وقال لك what يعني عايزك تعمل question. هقول إيه؟ What are you writing؟ أنت بتكتب؟ Yes. Okay. What are you writing? Writing to Jana tomorrow evening. Tomorrow evening? To
moral بتاعت ولاوي مش اوكي ابعت وانا احط لك الكويشن مارك. ماشي اوكي جميل جدا ماشي. نمبر 4 I'll certainly sell my old car tomorrow. انا سوف بالتاكيد ابيع سيارتي القديمه بكره. selling حاجه متاكد وخلاص عملنا ترتيبات يبقى present continuous to express future. هقول ايه؟ I am selling my old car tomorrow. Great. اوكي ما تنساش على ما تنساش علامات الترقيم. خلاص طب ماشي. We're painting our house tomorrow. Not نفي سهلة خالص. We are not painting. Our house tomorrow. أسرع شوية. تمام. Good. Very good. خلينا نروح لبعد كده. السؤال اللي بعد كده اللي هو comprehension or passage. Can you read for me؟ طبعا هو ثواني هو بدأ منين؟ طبعا هو في حتة هنا هي مش عارف كده على السطر ده. Dear أحمد وبعد كده طبعا ده email or letter. كمل. Thank you. Thank you for your last letter. I am pleased to hear that you are well. I am looking forward to the end of the term. And then I shall be on holiday for 8 weeks. I will go with my family to a little village near the seaside. I hope you'll have a good weather. We went to the same place last year and it rained nearly every day. Will you kindly tell me where you'll spend your holiday? Who you will go with? How long you will stay and why you have chosen that place? Okay. What's my best wish? Yours, Richard. Okay. نروح بقى نجاوب الأسئلة. يلا. Number one, who wrote this letter? It's Richard. Richard, this is enough. Right, Richard. Okay. Number two, where will Richard go with his family? He is going to a little village near the seaside. Okay, ممكن ناخد ده مفيش وقت مش مفيش داعي تكتب هو الانسر هنا عشان بس الوقت. A little village near the seaside. Okay. Number three. What did Richard ask Ahmed about? He asked him to tell me or tell him where you'll spend your holiday and this is enough. مش لازم هو أول جزء كفاية بس لازم أغير الضمير. Tell him where he will spend his holiday. Okay, this is enough. خلينا نروح للسؤال نفس على ال passage برضو بس السؤال اللي choice. Richard will be on a holiday for 8 weeks. Okay, number five. Richard is looking forward to the beginning of the term. يا راجل. Wait, the end of the term. Okay, عايز يخلص مش عايز يبدأ. تمام. Richard went to a village near the seaside. Okay, ماشي. Go forward. طيب المفروض ان جزء الريدر طبعا مش ده اللي عندنا ريلوي تشيلدرن. احنا الريدر بتاعنا هو قصه نسيت اسمها ذا ويشنج ستون. اوكي
مش دي الأسئلة بتاعتنا خالص، فاحنا أوكي شكرا شكرا على الإكسات دي. ماشي نروح على جزء الرايتنج، بيطلب منك هنا to write a paragraph about spending your holiday. خد بالك إن بيبقى لطيف قوي، والهات الامتحان بيساعدك لما يبقى الباراجراف هو نفس فكرة الباسج، لأن لو واخد بالك إن الاتنين موضوع قريب من بعض صح؟ طبعا انت تقدر تاخد جمل بس don't copy paste يعني الباراجراف من الباسج، يعني انت بتاخد كده جمل غير اجيب غير حاجات اكيد تغير. ماشي طيب خلينا ده نعمله في الهوم وورك، وخلينا نحل السؤال السابع اللي هو write questions. مدينا 3 جمل وعايز ان نعمل 3 questions. number one, no I can't lend you any money. طبعا هنا then it will be can you lend me any money what some some any money. لا مش some في الكويشن مش تنفع طبعا. لا مش no 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 هو هنا طلب عموما على فكرة، احنا بنستخدم some في الريكوست اند في الاوفر، وبما ان انت هنا بتطلب مش هنا ده طلب، ممكن تديني شوية فلوس فـ it's acceptable to use some in a question. لكن لو كان سؤال عادي أقول لك do you have any money؟ هل أنت معك أي فلوس؟ ده سؤال عادي يبقى أستخدم any. تمام؟ مش يبقى هتنفع دي some صح. can you lend me some money؟ السؤال التاني هنا محدد لك الحاجة اللي عايزك تسأل عليها. خد بالك إن هو لما بتبقى إجابتك yes or no ما بيحددلكش حاجة، لأن بيبقى واضح إن أنت هو عايز yes or no question. لكن لو جملة عادية بيشد لك خط تحت كلمة أو ملونة لك زي كده، فبيبقى عايزك تسأل عن الجزئية دي بالظبط. أقول لك I'm writing a letter to my pen friend، عايز أسأل عن كلمة letter. what are you doing؟ بس هنا كده أنت دخلت الفيرب مع letter، انت بتعمل ايه؟ يبقى انت كده بتسعى عن writing صح؟ what are you writing think to your pen friend. your pen friend بتكتب ايه لصديق المراسلة بتاعك؟ مش بني على القلم بالظبط، يعني هو سؤالك لطيف بس هو البن فريند هو مش صديق عادي، هو المفروض ان ده شخص انت عمرك ما قابلته بس هو عايش في مكان بره، واللي بيجمعكم او طريقه التواصل ما بينكم هو الكتابه او القلم زمان ايام الجوابات، فعشان كده بيبقى صديقك ولكن صديقك من خلال القلم او من خلال الكتابه. لكن لو كان صاحبك مثلا وانت عارفه شخصيا مثلا بس هو يسافر وبتبعت له جوابات، ما تقدرش تقول عليه ان ده بين فريند لان هو ده اصلا صاحبك. اوكي البين فريند شخص ما تعرفوش الا من خلال القلم او من خلال الجوابات. Okay, what are you writing to your pen friend? Okay. Number three, no, I didn't go to school yesterday. هتقول له yes or no question. Did you go to school yesterday? Excellent. Okay. طيب عايزك بس تفكر لي في الباراجراف وتكتبه لي ونناقشه مع بعض بعدين. وبكده تقريبا خلصنا درس النهارده.